اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم فقرات ومتابعات صباح الخير يا مصر. ولسه مكملين كلامنا عن الفريق الراحل محمد سعيد العصار وزير الدوله للانتاج الحربي. وبينضم لينا دلوقتي على التليفون سياده اللواء سمير فرج مدير اداره الشؤون المعنويه الاسبق. صباح الخير سياده اللواء، وطبعا في البدايه تعازينا لحضرتك ولمصر كلها في الفقيد الفريق العصار. حضرتك كنتوا دفعه واحده في الحربيه، فلو تكلمنا عن الفريق العصار في المرحله دي. تمام، صباح الخير لحضرتك وكل الساده المشاهدين، وبنعزي مصر كلها ورجال القوات المسلحه على الاخص. الفريق العصار احنا دفعه واحده بس، انا كليه حربيه وهو كان كليه فنيه. احنا طبعا اتخرجنا، ويمكن الفريق العصار كان اول اشتراك له فعلي ايام حرب الاستنزاف 6 سنين. حرب الاستنزاف هو كان احد ضباط الاصلاح في منظومه الدفاع الجوي، واحنا كلنا عارفين ان يعني احد ابطال حرب الاستنزاف هو قوات الدفاع الجوي، اللي خلال حرب الاستنزاف دي احنا عملنا حائط الصواريخ، وكان يعني يومها يقول لك اسبوع اسقاط الفانتوم والكلام ده كله. فلولا حائط الصواريخ اللي تم في فتره الاستنزاف ما كانتش مصر نجحت في حرب 73، ده على طول كده. وخلال حرب 73 برضه كان احد الابطال المشاركين في الحرب كعناصر الاصلاح والصيانه لعناصر الدفاع الجوي. لكن انا هتكلم على حته بقى جديده، عشان يمكن كل الناس اتكلمت في حاجات كثيره جدا، لكن يعني اول ظهور فعلي لنجم الله يرحمه الفريق العصار كان وهو رئيس هيئه التسليح. هيئه التسليح عندنا في القوات المسلحه دي هيئه كبيره جدا، مسؤوله عن تسليح القوات المسلحه بحريه وجويه ودفاع جوي، بنقول ايه من الابره للصاروخ المشاه، حتى لو قولوا ايه الخدمات الطبيه بتشتري حاجه معدات من خلال هيئه التسليح. ففي هذا التوقيت كانت مصر بدات بعد حرب 73 تعيد بقى تسليحها من جديد، وبالذات انت عارفه احنا كنا دخلنا حرب 73 باسلحه بتاع الحرب العالميه الثانيه. ففعلا في هذا التوقيت ظهر نبوغه، وعشان كده طلع منها وتعين مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح. الفتره دي كانت فتره مهمه جدا في حياه الفريق العصار سواء له او لمصر، لان انت عارفه ان الفتره دي احنا كان كل تسليحنا من الولايات المتحده الامريكيه بناء على المنحه الامريكيه اللي هي مليار و200 مليون دولار. وبالتالي هو كان معظم وقته مع الولايات المتحده، لان عند كل سنه بتلاقي هي كانت فتره 7 سنين كان هو المساعد، وانا كنت مدير الشؤون المعنويه فتزامنا في هذه الفتره في وزاره الدفاع. الـ مش عايز اقول لك ان مثلا كل سنه لازم كان يطلع يقعد شهرين في امريكا عشان يقابل اعضاء الكونجرس والسنه عشان يقنعهم بالموافقه على المعونه الامريكيه. وبعدين بعد كده يطلع مع البنتاجون عشان يشوف هنشتري ايه، وساعات لك لا ما تاخدوش دي، لا خدي دي بس. فلازم بالمناحشات لحد ما تاخدي اللي انت عايزاه بالفلوس بتاعته. الفتره دي عملت له علاقات طيبه جدا 7 سنين مع اعضاء الكونجرس وكل دهاليز السياسه في واشنطن دي سي العاصمه. لما حصلت بقى 25 يناير وقامت الثوره، الوقت ده كانت امريكا اوباما وانت فاهمه كانت يعني كان الحزب الديمقراطي ما كانش معانا، وكان يعني واقف مع الاخوان وميسيس كلينتون وزيره الخارجيه. فالملف الامريكاني ده كان صعب جدا مع 25 يناير، عشان كده مع بدء الثوره وقيام المجلس العسكري بتولي هذا الضوء، بقى هو عضو في المجلس العسكري، سياده مشير طنطاوي اداله ملف السياسه الخارجيه وبالذات امريكا، لانه حافظ الناس زي ما قلت لك ال7 سنين الاولانيين وهو مساعد وزير الدفاع للتسليح، اديته فرصه انه عارف الامريكان. فحقيقي عمل علاقات طيبه جدا جدا في هذه الفترة، وقدر يوضح وجهة النظر المصرية، خاصة زي ما قلت لك ان اوباما وميسيس كلينتون كانوا ضدنا او الحزب كان كله ضدنا، ولكن قدرنا نمشي. خلال هذه الفترة ايضا ما ننساش ان هو كان مسؤول عن الاعلام، وكان هو المجموعة هو واثنين ثلاثة بيطلعوا بيعرضوا وجهة نظر المجلس الاعلى للقوات المسلحة في وسائل الاعلام، واعتقد انه كان وجه مقبول، لانه اولا بيتمتع بالهدوء جدا، المهندس ففكره مرتب، اولا لغة الانجليزيه كانت هايله جدا، علاقته السياسيه مع الامريكان اديته فرصه انه يبقى متصل ويعرف يتكلم مع الجهات داخل مصر، فاعتقد كان له دور كبير جدا في الفتره بتاعه 25 يناير ثم 30 يونيو، كان واقف تماما بجانب الرئيس السيسي. بعد كده تولى
وزارة الإنتاج الحربي، وأنا بقول وزارة الإنتاج الحربي من أيام ما أنشاها جمال عبد الناصر، والمصانع الحربية ما كانش اتحط فيها مسمار، مش كلها طبعا، لأن في حاجات اتعملت كويسة في مصنع 200 بتاع الدبابة M1A1 الأمريكاني وخلافه، لكن هو طلع مع بيلا روسيا وعمل جهد كبير جدا، وتطورت المصانع الحربية في الكام سنة اللي فاتت، الست سنين اللي فيهم الفريق عسكر الله يرحمه، تطوير كبير جدا، بقت كلها كمبيوترايز. نعم. انت عارفه الرئيس السيسي لما بيبقى عنده حد كويس يثق فيه فاداله البوش واداله الدعم، والنهارده عندنا المصانع الحربيه على اعلى مستوى، وقامت جهد كبير جدا في ايام ازمه الكورونا اللي احنا موجود، وعمل المعدات المجهوده للسيطره ونقول التامين. وقريب مصر هتفتتح اول مصنع للعربات الكهربائيه في الشرق الاوسط، ده هيبقى عمل الفريق العسكري، فالله يرحمه كان راجل عظيم. الله يرحمه يا فندم، وبعزي حضرتك تاني وبعزي الشعب المصري. سيادة اللواء سمير فجر فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، كنت معانا في صباح الخير يا مصر.